الحقيقة هذه يعني المسألة اللي ظهرت خلال الأيام الأخيرة أمر طبيعي، يعني أعتقد يعني من جملة الصراعات اللي موجودة ليست وليدة اليوم أو الأمس، هي هذه تركيبة الطبقة السياسية أو الطغمة السياسية المهيمنة على السلطة وصراعاتها الطائفية وجملة الملفات اللي الحقيقة يعني تعد الآن تهم كبيرة ضدها، تحاول مع النهوض الشعبي بانتفاضة تشرين المباركة أن تغطي أو تفرض هيمنتها المطلقة على الوضع لاستدامة السلطة غاشمة في طريقها إلى الزوال. هذه الحقيقة هي نتيجة طبيعية مثل ما قلت لجملة صراعات، الكل يرمي الكرة في الملعب الثاني، وبالنتيجة أنه هناك أيضا توصية من الخارج. لا ننسى أنه الآن الأحزاب الطائفية اللي تقف وراها ميليشيات تابعة لإيران الآن عندها رغبة شديدة بعد زوال قاسم سليماني أن تضبط أو تستحكم على مقاليد السلطة بمفردها أحيانا أو بإشراك بعض القوى القريبة إليه. هذا الحقيقة منبع الآن الصراع، ولذلك نشوف الكتل هذه يعني تقسمت شظت الآن. التحالفات اللي كانت بالأمس تتحالف على المحاصصة المكوناتية والحزبية والطائفية الآن أصبحت القضية صعبة عليها جدا يعني.